النهارده موضوعنا مع الداعيه يوسف عادل وهو عن التجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. زي الفل، في نعمه. ماشي. التجاره مع الله اجمل تجاره واجمل معنى ومن اجمل العبادات اللي نقرب بيها لربنا، من اجمل الطرق اللي توصلنا للجنه واحنا حاسين ان احنا مبسوطين. يعني احنا ربنا لما خلقنا على الارض احيانا في عبادات وفي معاملات وفي حاجات كتير قوي، لكن من افضل الابواب اللي الانسان يبدا يشتغل عليها ويبقى سعيد هي ايه؟ انك انت تبقى شغال عند ربنا. خلينا النهارده نقول ايه؟ التجاره مع ربنا جميله، بس خلينا نقول احنا النهارده عايزين نطلع من الفقره دي كلنا شغالين عند ربنا. جميل. حلو. ليه بقى؟ لان اجمل حاجه انت مش شغال عند بشر، انت مش شغال عند انسان، انت مش شغال عند شخص بيبص لك بيتكلم معاك بطريقه معينه، حصل مثلا تقصير في حاجه فبدا يعمل لك خصم مش عارف ايه الكلام ده كله، لا انت شغال عند رب، رب كريم، رب بيديك فوق مما تتخيل. فتخيل بقى لما ربنا يختارك انت كانسان وتبدا انك انت تكون على الارض بتتاجر معاه. لكن خلينا اقول لك على التجاره مع الله. يلا بينا. هي مش التجاره دي بالمعنى البسيط، واحد بيبيع واحد بيشتري بالظبط، واللي بيبيع ده بيبقى عايز دايما ان هو يبيع باغلى سعر، صح؟ عايز يكسب. والشخص اللي بيشتري عايز ياخد باقل سعر، مظبوط. والشخص اللي بيبيع ده هو مالك الحاجه، والشخص اللي بيشتري هو مش مالكها، هو عايز يشتريها عشان يملكها، صح؟ بالظبط. طب بص، ربك بيقول لنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. طب هو النفس والمال ملك مين؟ حد فكر فيها؟ هي مش النفس دي ربنا اللي خلقها وادهالنا؟ هو مش المال ده ربنا اللي رزقنا بالمال؟ طب ازاي ربنا يبقى مدينا حاجه ويشتريها مننا؟ اما تقعد تفكر قدام المعنى ده، ايه الجمال وايه الـ ايه الـ الـ كرم ربنا على العباد، ان ربنا يعني حاجه ملكه فبيشتريها منك تمنها الجنه، مش اكتر من كده. ليه بقى؟ ولله المثل الاعلى. هندي مثال كده بسيط عشان الناس تفهم. واحد يا احمد قام جاي، انت رحت اشتريت منه عربيه، تمام، اديته الفلوس، خدت العقد بتاع العربيه، اتنقلت باسمك، كله بقى تمام. قام جاي بيقول لك ايه؟ قال لك خلاص يا احمد تمام، العربيه بقت بتاعتك بتاعتي. قلت له قال لك طب خلي العربيه معاك وانا سايبها لك، واشتغل بيها واعمل بيها خير كتير. اهم حاجه يا احمد ما تاخدش العربيه دي وتعمل لي بيها مشاكل، ما تاخدش العربيه دي وتحاربني بيها. هو ده المعنى، اللي هو ربنا اداك امانه، اداك النفس واداك المال، وربنا قال لك دي امانه معاك، اوعى تحاربني بيها، اوعى تستخدمها غلط. المال دايما اعمل بيه الخير وساعد بيه الناس وفرح الناس. والنفس دايما خلي نفسك راحه للمعاني الراقيه، المعاني اللي تقربك مني، المعاني اللي تخليك دايما خدت من صفات الروح اللي ربنا نفخ من روحه، وما خدتش من صفات الدنيا والجسد اللي هي جايه من الارض. فهنا المعنى ده، التجاره دي ان انت ده انت عمليه كسبانه جدا. يعني انت مش داخل مثلا ايه واخد حاجه، ده انت اصلا حاجه مش ملكك وربنا مديها لك، فتبدا تشغلها وتبدا تشتغل عليها الحاجه اللي تعلي من قدرك عند ربنا. طيب التجاره مع ربنا محطوطه في معنى ايه؟ الصدقه. زي ما انت قلت كده الجمله الشهيره، وكمان جميل قوي ان يا احمد انت اللي ايه، الله يكرمك، الحلقه اللي فاتت قلت ايه؟ احنا محتاجين نتكلم على المعنى ده، وجيت كده قد ايه تفرق وتبقى سبب في فرحه ناس كتير قوي، وتبدا ان هي تطلع من الفقره دي تبدا تشتغل عند ربنا. حد خد باله كلمه الصدقه؟ الصدقه دي جايه من ايه؟ من الصدق، صحيح؟ بالظبط. ليه بقى؟ لان سهل قوي طبعا، كل العبادات وكل الحاجات جميل ان احنا نعملها، لكن النهارده لما انت تروح مثلا عارف ان حد مريض فتروح تزوره، فانت في الاخر رحت خدت عربيتك، رحت زورته ورجعت، بس برضه مشوار ايه؟ ما تكلفش كتير قوي بس ثوابه عالي قوي، خلاص. رحت مثلا شايف ان حد مثلا عنده مشكله، رحت تتكلم معاه ومشيت. لكن الصدق هنا في الفلوس، يبين قد ايه انت صادق مع ربنا، لان الانسان الطبع بتاعه ان هو دايما عايز ياخد، ياخد فلوس، صحيح. العكس بتاع الطبع بتاعه ان انت تدي. وهنا ربنا يختبر مدى قدرتنا ومدى حبنا لربنا، ويبدا يشوفك انت اخبارك ايه في الصدقات. علشان كده ربنا علّى قوي 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 ثواب الصدقه، ويبدا يشوف بقى في ناس بتبدا تتقسم، في ناس بتبدا تاخد الصدقه اللي هي العاديه البسيطه اللي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عنها، وانت قلت لي في ناس كتير، وطبعا في ناس كتير والحمد لله الناس طيبه. جميل.
لكن في معاني بتبدا ترتقي كده في الصدقه، يبدا ربنا يشوف بقى مدى صدقك. يعني النهارده لما تلاقي الصحابه وسيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم امرهم يلا عايزين ايه صدقه علشان كانوا بيجهزوا غزوه، تمام؟ فالمهم سيدنا عمر قال لك بس انا الفرصه جات لي لمره بقى ايه هسبق مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق. دايما يا احمد كان في تنافس رهيب، تمام؟ وتنافس في الخير مش في الدنيا. في الدنيا هم اصلا الاثنين زعلين الدنيا، لكن تنافس في الخير عشان خاطر مين؟ وعشان كده هم الاثنين اللي اتدفنوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قال ايه؟ قال خلاص بقى النهارده هسبق سيدنا ابو بكر. فالمهم راح جاب نص ماله وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وحط نصف المال، فقال له ماذا ابقيت يا عمر؟ قال ابقيت نصفه. قال تمام. المهم جه وراه سيدنا ابو بكر الصديق، قام حاطط المال، قال له ما تركت يا ابا بكر؟ قال تركت الله ورسوله. فقام سيدنا عمر قال انا من بعد الموقف ده انا مش هحاول تاني ان انا اسبق. يعني انا خلاص كده، انا كده يئست، عارف اللي هو يبقى خلاص. يعني اداني. انت عارف يعني ايه واحد بيطلع كل فلوسه؟ انت عارف يعني ايه واحد ده ايه التوكل؟ ايه التوكل على ربنا واليقين وحسن الظن، الحاجات اللي احنا قاعدين بنتكلم، وايه ان هو بيع الدنيا قوي كده، تمام؟ فلما تلاقي النهارده نماذج عامله كده، فهي فاهمه الصدقه دي ايه. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الله اذا احب عبد استخدمه، انت او استعمله. انت متخيل يعني ايه ربنا يستخدمك او يستعملك؟ وفي روايه تانية استعمله في قضاء حوائج الناس. يعني ان ربنا لما يحب عبد يبدا يستعمله في الدنيا، ان يلاقي مثلا فلان عنده مشكله يلا جري يروح يساعده، فلانه مثلا بتتجوز وعندها مشكله يقوم مسخر حد يروح بسرعه يتجوز، يروح مثلا يساعدهم ان هو يساعد العروسه دي. فهنا الصدقة دي من أجمل الصدقات اللي تحس إن أنت شغال عند ربنا.